ومعنا لمتابعة الأوضاع كذلك من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاصي. مساء الخير لك لانا. نحن بانتظار أي نتائج لاجتماعات نتنياهو وحتى كذلك في مشهد على الأرض على ما يبدو لتظاهرات بإسرائيل، نتابع معك الصورة بشكل كامل. يعني حقيقة لارا يوم متوتر للغاية على المستويات السياسية وأيضا العسكرية. في الشارع الإسرائيلي مثلا الآلاف من الإسرائيليين كالمعتاد أيام السبت يخرجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بالتوجه فورا إلى صفقة لتبادل الأسرى، ولكن أيضا اليوم كان هناك وصول للمئات من الإسرائيليين في مظاهرة أو مسيرة استمرت إلى 4 أيام اليوم وصلوا فيها إلى القدس. طبعا هم كانوا يتوجهون من تل أبيب مشيا على الأقدام وصولا اليوم إلى القدس للمطالبة بالتوجه فورا إلى صفقة لتبادل الأسرى. اليوم كان هناك أيضا بيان من عائلات الأسرى الإسرائيليين، طبعا هم كانوا غاضبون بخصوص محاولة الاغتيال لأن بنظرهم هي تؤثر سلبا على موضوع الصفقة وربما تؤخرها أو حتى تعرقل يعني نجاحها. وهم أيضا يتهمون بنيامين نتنياهو بالأساس بأنه هو مسؤول عن عرقلتها في نهاية المطاف في كل مرة إسرائيل تقترب بها إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. ولكن من جهة أخرى كان هناك على المستوى السياسي مشاورات كبيرة وعديدة، جلسة اجتماعات كان قد أجراها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب. حضر هذه الجلسة أيضا رئيس أركان الجيش هيرتسي وهاليفي وأيضا رئيس المخابرات ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. هم تحدثوا عن آخر التطورات بموضوع الهجوم الإسرائيلي ومحاولة اغتيال محمد الضيف حقيقة في قطاع غزة والمشاورات الأمنية التي استمرت لساعات طويلة. كانت آخر التصريحات بما يخص هذه المشاورات من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أوعز بيعني أن تكون هناك استعدادات كبيرة على جميع الجبهات ورفع حالة التأهب بسبب يعني إمكانية رد حركة حماس على محاولة هذه الاغتيال. ولكن حتى الآن حقيقة لا تأكيدات من قبل حتى الجيش الإسرائيلي على نجاح هذه المحاولة، وهي ليست المحاولة الأولى. على الأقل كان هناك 5 محاولات بائت بالفشل لمحاولة اغتيال محمد الضيف. ولكن حتى الآن كما تحدثنا بالرغم من يعني إيجابية الصحف الإسرائيلية بالحديث عن الموضوع إلا أن حتى الآن أكدت هيئة البث الإسرائيلية لا نتائج حقيقية على الأرض الواقع تثبت وتؤكد بنهاية المطاف مقتل محمد الضيف. طيب لانا، فقط أعيد تأكيد معك، نحن نترقب ماذا في الساعات القادمة من ناحية التصريحات والمؤتمرات الصحفية؟ سيكون هناك مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. على ما يبدو سوف يكون هناك تصريحات تتعلق بالموضوع. حتى الآن يعني لا يوجد لدينا أي فكرة ما هي ربما البنود التي سوف يتحدث عنها، ولكن من المتوقع أن تشمل موضوع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، وبالتالي يعني ربما تصريحات مرتقبة حقيقة جميعنا ننتظرها وننتظر طبعا بالساعات القريبة القادمة. بالفعل ننتظر معك لانا ونعود إليك مع توفر أي جديد. شكرا لك مراسلة الحدث لانا كولغاصي من القدس.